ما عندكش ثقه في النفس، تتخاف من كلام الناس، هذا الفيديو ليك. اول حاجه، تربيتي في واحد البيئه ديال القمع، ما تعطاتكش لا بريز دو بارول او لا الفرصه باش تعبر على راسك. الحاجه الثانيه، ما عندكش الشجاعه اللي تبش تاخذ واحد القرار جديد، لان تعلمتي من اللي كنتي صغير ان الناس الاخرين هما يديروا دوك المسؤوليات اللي عليك انت. الحاجه الثالثه، تتقلب على لا بيرفيكسيون، باغي تكون زوين مع كل شيء، وباغي دير الخاطر كل شيء، وباغي تكون انت هو داك الانسان المثالي اللي تحلم به كل شيء. داك الشيء علاش انت مازال في الدور بلاصتك. تبارك الله عليك.